حسناً، لنقوم بخطوة صحيحة لبداية صحيحة. هل فعلنا ذلك؟ 10 طرق سرية يساعدك من خلالها تدليك القدمين في علاج أكثر المشاكل الصحية شيوعاً. تدليك القدمين أو تطبيق علم المنعكسات على القدمين وسيلة رائعة للاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، ولا يقتصر تدليك القدمين على كونه طريقة للتدليل وإظهار الحب لأحدهم، بل له أيضاً فوائد صحية عديدة يجهلها الكثيرون. إليك 10 تحسينات مذهلة ستشهدها في جسمك إذا حصلت على تدليك منتظم للقدمين. بالمناسبة، قد تبدو الأخيرة منها فعلاً من السحر أكثر من فائدة صحية. 10. يخفض ضغط الدم. يعتبر ارتفاع ضغط الدم سبباً رئيسياً في التعرض للنوبات القلبية، ويقتضي خفض ضغط الدم ومعالجته تغييراً في نمط الحياة وتناول الأدوية، ولكن يمكن لتدليك قدميك المنتظم المساعدة في هذا الأمر، وهذا ما أثبتته الدراسة. أجريت هذه الدراسة في كوريا في العام 2003 لتقييم آثار تطبيق علم المنعكسات على القدمين، وهو ممارسة الضغط على نقاط معينة من القدمين في علاج ضغط الدم والرضا عن نوعية الحياة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. فكان هناك 34 شخصا يخضعون لجلسات تدليك في أقدامهم مرتين أسبوعيا لمدة شهر ونصف، ونتج عن ذلك ملاحظة العلماء لانخفاض ملموس في ضغط الدم الانبساطي. والأفضل من ذلك هو التحسن الكبير في نوعية حياة المشتركين بالتجربة بعد فترة العناية بالقدمين بواسطة علم المنعكسات. أوه، رائع! 9. يساعد في علاج أعراض المتلازمة السابقة للحيض وسن اليأس. يمكن للتدليك اليومي للقدمين التخفيف من أعراض المتلازمة السابقة للحيض وسن اليأس بما فيها من التوتر والأرق والصداع والتقلبات المزاجية. ما الذي تعنيه بذلك؟ يجب تدليك المنطقة الواقعة في مشط القدم على مسافة عرض إبهام من بطن القدم. 8. يخفف من أعراض السرطان ومن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي. توصلت دراسة تحت إشراف علماء من جامعة ولاية ميشيغان إلى أنه بإمكان تدليك القدمين مساعدة مرضى السرطان، فبمساعدة هذا الإجراء لم يتم التخفيف من الألم والغثيان فحسب، بل من الأعراض الأخرى أيضاً المرتبطة بالعلاج، والتي تشمل الضيق في التنفس والانخفاض في مستويات الطاقة. فعلى سبيل المثال، أجريت دراسة شملت 385 امرأة يخضعن للعلاج الكيميائي لسرطان الثدي، وتعرضت المجموعة التي خاضت تجربة العلاج بواسطة علم المنعكسات للقدمين لضيق في التنفس أقل بكثير من الأخريات، ونظرا لتحسن تنفسهن أصبحن قادرات على تأدية بعض الأعمال الروتينية كصعود الدرج والذهاب للتسوق وارتداء ملابسهن بصورة أفضل. 7. يساعد تدليك القدمين على علاج أعراض مرض التصلب المتعدد. قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض التصلب المتعدد الكثير من المشاكل بما فيها الرؤية المزدوجة وفقدان البصر في عين واحدة وضعف في العضلات ومشاكل في الإحساس ومتاعب متعلقة بالإجهاد والإعياء، مما يزيد من صعوبة اختلاطهم في المجتمع أو عملهم بكفاءة أو تأديتهم لمختلف الأنشطة اليومية. يخفف العلاج المعتمد على علم المنعكسات للقدمين من الإجهاد المسبب للعجز. أضف لذلك مساعدته أيضاً في التخفيف من الأعراض الحسية والحركية وتلك المرتبطة بالجهاز البولي لمن يعانون من مرض التصلب المتعدد. 6. التقليل من آثار الوذمة لدى النساء الحوامل. تعرف الوذمة بتورم القدمين والكاحلين نتيجة تجمع السوائل، ويمكن لها أن تسبب ألماً شديداً، وهي شائعة جداً بين النساء، وعادة ما تظهر في خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للحمل، وبالإمكان التخلص من هذه الحالة بواسطة التدليك اليومي للقدمين من 10 إلى 20 دقيقة. الطريقة المثلى للحصول على تدليك جيد هي البدء بالجزء العلوي للقدم، فيجب فركه بالإبهامين بدءا بأطراف الأصابع وانتقالا إلى الكاحل، ومن ثم تدليك مشط القدم، بحيث يجب تحريك أحد الإبهامين باتجاه عقارب الساعة
والآخر بعكس اتجاه عقارب الساعة بحركات دائرية صغيرة. ومن بعد ذلك يجب تدليك كعب القدم بتحريك الإبهامين لأعلى وأسفل وتري القدم، والذي يبدأ من عضلة الساق وصولا إلى الكعب والكاحل. وهناك طريقة رائعة أخرى تتمثل بالعصر والضغط على كل إصبع من أصابع القدم، حيث سيعمل هذا على راحتها واسترخائها. ولإنهاء التدليك يجب استخدام كلتا اليدين للاحتكاك بأصابع القدم والقدم بأكملها صعودا ونزولا. 5. يفيد المرأة الحاملة بشكل عام. يعتبر تدليك القدمين مفيدا بشكل عام للنساء الحوامل فيما يخص وقت العمل والحاجة إلى مسكنات الألم أثناء العمل، إضافة إلى وقت التعافي بعد الولادة. فقد أظهرت الدراسات أن العلاج القائم على تدليك القدمين يساعد أجسام النساء على التعافي بصورة أسرع وتحقيق نشاط أيضي طبيعي سريعا. 4. يساعد في الحصول على نوم هنيء. يحلم الجميع بالحصول على نوم جيد، والحمام الدافئ وسيلة رائعة لتحقيق ذلك. حاول أن تقارن ذلك بتدليك للقدمين وسنضمن لك نوما هنيئا كالأطفال. أجل، ستستيقظ كل ساعتين وتبدأ بالبكاء. كلا، فقد تم إثبات هذا من خلال دراسة أجريت العام 2006، شارك بها 25 من كبار السن، حيث حصلوا على تدليك للقدمين ل12 جلسة مدة كل واحدة منها نصف ساعة، فكانت النتائج مذهلة. تحسنت جودة النوم كثيرا لهؤلاء الأشخاص، وانخفضت نسبة الإصابات بالكآبة، وارتفعت مستويات السيروتونين. وللحصول على أفضل النتائج يجب الضغط على الطرف العلوي للقدم من الداخل، محاولا البحث عن المنطقة الغائرة. قم بتدليك هذه المنطقة لدقيقتين. 3. سيمنحك تدليك القدمين حياة جنسية أفضل. يعتبر تدليك القدمين وسيلة رائعة لإظهار حبك لشريكك، فمن لا يحب تدليكا للقدمين بعد يوم عمل شاق؟ فهو ليس للاسترخاء فقط، بل إنه طريقة رائعة للبدء في المداعبة. فنظرا لتركز النهايات العصبية في أخمص القدم، سيكون لتدليكها أثر رائع. 2. التخلص من الصداع. يعد تدليك القدمين طريقة فعالة للتخلص من الصداع، فسواء كان الصداع مرتبطا بالجيوب الأنفية أو ناجما عن ضغط في الرقبة والكتفين أو في جانب رأسك أو في مقدمة رأسك أو خلفيته، يمكن لتدليك مختلف النقاط في قدمك التخفيف الفعال من هذه الآلام. الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية، قم بالتدليك القوي لظاهر المفصل الثاني وباطنه أسفل كل إصبع. سيكون من الأفضل اتباع أسلوب الضغط والإرخاء، افعل ذلك لكلتي القدمين. الصداع الناجم عن ضغط الرقبة والكتفين، قم بالتدليك اللطيف لكامل القدم، ومن ثم دلك بحركات دائرية المنطقة الواقعة بين الإبهام والسبابة، إضافة إلى تدليك المنطقة الواقعة أسفل إصبع القدم الصغير مباشرة. الصداع في جانب الرأس، قم بالضغط والإرخاء على المنطقة الواقعة في الجزء الداخلي لإصبعك الكبير مرات عدة. وإذا كنت تعاني من الصداع في الجانب الأيسر فدلك القدم اليسرى، وإن كان ذلك في الجانب الأيمن فدلك القدم اليمنى. الصداع في مقدمة الرأس وخلفيته، قم بتدليك الجزء الخارجي لإصبع قدمك الكبير في كلا قدميك، ومن ثم دلك ظاهر جميع الأصابع وباطنها باستخدام أسلوب الضغط والإرخاء. 1. يخفف من آلام العمود الفقري. إن الأجزاء الداخلية لكلا القدمين ترتبط بالعمود الفقري مباشرة في الفقرة الأولى الواقعة أسفل الإصبع الكبير، لذا بإمكانك التخلص من آلام العمود الفقري من خلال تنشيط النقطة المقابلة لها في قدمك. قم بالضغط الشديد على هذه النقطة والتدليك من 30 إلى 45 ثانية بحركات دائرية. مكافأة إضافية، دليل حول تدليك القدمين. وجدت العناية بالقدمين منذ زمن الفرعون، ورغم أن العلم لا يزال غير قادر على تفسير آلية عمل ذلك،
إلا أن هناك دراسات تثبت فاعليته. فلنلقي نظرة على بعض النقاط الهامة في تدليك القدم. 1- نقطة الرئة. تقع هذه النقطة في أخمص القدمين بين الإصبعين الكبير والصغير، ويؤدي تنشيط هذه المنطقة في كلتا القدمين بضغط خفيف إلى تحسين الدورة الدموية والتخلص من أي مادة لزجة موجودة في رئتين. 2- نقطة القلب. تقع هذه النقطة في القدم اليسرى أسفل إصبعيك الثالث والصغير بين أخمص القدم وبداية مشط القدم. يؤدي تنشيط هذه النقطة باستخدام حركات دائرية خفيفة إلى تخليص نفسك من الإجهاد الذي هو المسبب الرئيسي للنوبات القلبية، إضافة إلى تحسين كفاءة القلب والدورة الدموية في الجسم. فإذا كنت تشعر بالبرد في يوم ما، قم بفركهما معا لتشعر بالدفء، كون ذلك ينشط الدورة الدموية. 3- نقطة الرقبة. تقع هذه النقطة بين المفصل الأول والثاني لكل إصبع. مستخدما أسلوب الضغط والإرخاء، اضغط على هذه المنطقة لتريح نفسك من آلام الرقبة. والآن بعد أن تعرفت على الفوائد المذهلة لتدليك القدمين، حان الوقت لتدلل نفسك بتجربته. هل سبق لك أن خضعت لتدليك للقدمين؟ شاركنا تجربتك في قسم التعليقات أدناه، وأرسل رابط هذا الفيديو لأصدقائك الذين بوسعهم الاستفادة من علم المنعكسات للقدمين، وتذكر الضغط على زر الإعجاب لتخبرنا برغبتك بمشاهدة المزيد من الفيديوهات المشابهة لهذا. وإن لم تشترك بقناتنا حتى الآن فلا تؤجل ذلك، لدينا الكثير من الروائع في الجانب المشرق من الحياة.